السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جيمر برو، وين اليوم حنجرب لعبة جيومتري داش لايت المجانية. اللي ما يعرف يلعب جيومتري داش لايت المجانية يعني انك ما جربت جيومتري داش لايت المجانية. اوكي، خفيف دم، خفيف دم، ما شاء الله عليك. بس بقول لك شيء، يعني لو ضحكت لك الحين بتفارق عني ولا؟ حطيت يا شباب نفسي تحدي، اتحدى 7 مراحل، احل 7 مراحل في لعبة جيومتري داش. حليتها حطوا لايك، حطوا لايك اذا حليتها، حطوا لايك اذا ما حليتها. كيفكم انتم؟ تحطوا لايك ما حطوا، تحطوا لايك كيفكم؟ المهم جبت داش، يعني شرحه، يعني ما يبغى له شرح، يعني هاو تو بلاي. تضغط عشان تنط، تعلق عشان ينط الزياره، طير ببوابه البورتر، تعلق عشان تطير، والهذه عشان تضغطها. ليش قاعد تتكلم بسرعة؟ لأن متكلم شوية. تسجيل اللي في تسجيل المرحلة، سجلت لها بجونتري داش المرة قبل شوي وخرب التسجيل كله بسبب إعلان. إيش الإعلان هذا؟ كله أسود، ما في إكس، حشرت في الإعلان خلاص، ما في تطلع، كل شيء أسود في الإعلان. لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله. بالصفرة هذه، استخدام الصفرة دي. أوكي، ها خلصنا الشرح باللعبة، خلينا نخش في التحدي 7 مراحل. بسم الله. هذه يا شباب المرحلة الأولى، اللي ما يعرف المرحلة الأولى، معليش لحظة خلينا نضبط المايك بس. دي هاتي ما ناس ما فهموا كلامي، فإن شاء الله إن شاء الله تفهمون كلامي إن شاء الله. طبعا شوفوني فوق العداد هذا اللي في المية مكتوب 56%، هذا مكان اللي عديت. طبعا هالمكان اللي والله لازم أكتب كلام الحين، أكتب لكم إياه تحت عشان أي. صح صح صح، طبعا التحدي 7 مراحل بدون ما ناخذ العملات هذي الكوينز هذي. أنا هنا نطة، أوكي تمام، الحمد لله عديناها بسلام. أنا يعني كنت خايف مرة إن أموت فيها، صارت مزعجة دي النطة هذي. هذا شايف النجمة هذي ما راح أخذها ونط. أوكي ممتاز، هاي المرحلة الأولى إن شاء الله. أوكي خلاص، هنا هذي آخر بارت هذا للطيران، ان شاء الله التقديم يكون كويس. الله عليك، ماشي يا سلام، حلو. هذه المرحلة الأولى خلصناها، هذه المرحلة الأولى خلصناها، والله العظيم، والله ثم والله. هذه الإعلانات مشكلة، الإعلانات هذه اللي تخلي المقطع طويل، والله إعلان طوله 20 ثانية، 30 ثانية، دقيقة كاملة. لو في النهاية يجيك إعلان ثاني يقول لك جرب اللعبة، ما أبغى، ما أبغى أجرب اللعبة خلاص، والله أنا ذالة. المهم نخش في المرحلة الثانية. Let's do this. ما فيها شيء صعب، المرحلة الثانية ما فيها أي شيء صعب. أوبس، نطيت بالغلط. أوه كنت حسبت ما حوصل، نطيت بدري يا جماعة. في لاج ولا يتهيالي؟ والله ما، يا الله كنت بضبط المايك، يعني والله حرام عليكم. والله حرام عليك يا اخوي، وانت قمت تضبط المايك يعني. يا شباب اللعبة قاعد تعلق ولا يتهيالي؟ لا لا شكله مخيلة فيه، قاعد تتخيل اللعبة قاعد تعلق، بس هي كويسة ما فيها شيء. شوي يجي صعب، ما ابغى اخذها. لا نو شكرا، نو شكرا، نو شكرا، ايش دي نو شكرا؟ المهم هذا البارت خلصناه. وهذه المرحلة الثانية خلصناها، خلصناها المرحلة الثانية تمام. و يلا نفس المحاولة، المحاولة الثانية نفس المرحلة اللي قبل شوي. المحاولة الثانية دقيقة 56، دقيقة 56، التصوير قاعد من، شوف التصوير كم قاعد، 6 دقايق. المهم إلى المرحلة الثالثة، يلا المرحلة الثالثة. 3 نجوم، يعني جائزة 3 نجوم. والوجه هذه شايفين هذه الرينكس، هذه هي اللي قاعد تقول لكم عنها. شوف تضغط عليها، مو 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 موت، ما تموت مثلي يعني. شوف تك تك كذا تضغط عليها،
لو ضغطت وانت فوقها تضغط، لو ضغطت وانت داخلها تضغط، فوقها داخلها تضغط عادي، لو ضغطت وانت تحتها عادي. يا سلام. وشوي صار شوفون كيف صعبة المراحل، كل ما تعدي المراحل كل ما تصعب. يا سلام يا سلام يا سلام. حلو 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 حلو. نط تلقائيا. هذه الصفرة شايفين لي، في واحدة زرقاء مرت من عندكم بس انتم شفتوها، ان شاء الله يطلع التصوير انكم شفتوها. هذه المرحلة الثالثة خلصناها. كل محاولة ثانية كهنا ولا كيف؟ ايش في؟ كل ما اعدي مرحلة كل ما تظهر عندي محاولة ثانية. ثلاث مراحل محاولة ثانية يا مرحلة بعدها. اجانا اعلان قبل شوي، اجانا اعلان. اوكي المرحلة الرابعة. اوكي هذه مشكلة، هذه مشكلة والله. يا سلام. اوكي هنا الجاذبية صارت فوق، صار العكس الحين، بس ما عندي مشكلة، الجاذبية ما هي جاذبية، افوز عادي. يعني صارت صعبة ان شاء الله سريع نخلص المرحلة، ان شاء الله بسرعة نخلصها ما بطول. اومي يا ساتر يا ساتر استاذ. يس خلصناها زي ما تشوفون ما شاء الله، خلصنا المرحلة الرابعة في المحاولة الأولى. يا سلام هذا الشيء حلو مرة. اوكي ما عليكم ما عليكم، نروح للمرحلة الخامسة. اوكي المرحلة الخامسة يلا بسم الله، من احلى المراحل عندي اياها. ياس يمديك تطور مهارتك في اللعبة دي وتصير ما شاء الله محترف زيي. مو بت اوكي اوكي يلا ان شاء الله يعني يمديني اسوي النتيجة كويسة كويسة. يا سلام عليك، ليش افرح يا مان؟ سهلة عادي يمديني اعديها بثواني. اوبس بالغلط اخذتها، بتعود اخذ الجسم والاماكن العملات دي او الكوينز او القروش الكوينز، متعود اني اخذ اماكن، متعود اني اخذهم اماكنهم. اوكي هذا البارت شوي صعب يبغالي اعديه، هو البارت الاخير خليه صعب ما ادري ليش، بس ان شاء الله اعديه ان شاء الله اعديه. اوكي كويس عديته. واو والله النطة دي كانت صعبة. عدينا المرحلة الخامسة. يا سلام عليك يا مان، يا سلام عليك يا جيمر. ان شاء الله قولوا لي في فائدة اذا اجاك اعلان فيديو. نفترض اجاك اعلان يا صديقي المشاهد، انت ايه اللي قاعد تتفرج الفيديو يا صديقي المشاهد، نفترض لو اجاك اعلان. حلو نفترض لو اجاك اعلان، هل حستخدم، هل حيجيك اعلان ثاني؟ يعني مشكلة ليش فيديو وبعدين صورة اعلانية، لو فيديو اعلان وصورة اعلان. اوكي مرحلة ما قبل الاخيرة. المهم ما عليكم، انا مع النادي خلاص راح احول الحين راح. المهم يلا ندخل المرحلة السادسة، هاي الخامسة هاي السادسة. يلا بسم الله ما قبل الاخيرة. مرحلة صعبة، الوجه لونه اصفر. اوكي وجه لونه اصفر معناته صعبة. يا سلام عليك. يا رب ان شاء الله احقق شيء في هالفيديو، ان شاء الله احقق شيء في هالفيديو. يا سلام يا سلام عليك. حلو تاز تاز تاز. يلا هنا ما شاء الله صار صعب، مو علي مو علي افكور صعب. اوكي لا تهايد يا مان يا غبي، توني قايل لا تهايد الحين هلا قاعد تقول لا تهايد.
يلا عادي شو تسوي يعني، هياط سيارة هياط زيت اليوم. ما عم باقي لك مرحلتين خلاص، هذه مرحلتين لو تعديهم خلاص انت كده تستاهل اللايك. الله عليك الله عليك اسطورة. حلو. لا يا غبي لا، حسبي الله يا شباب، والله حرام للدرجة دي مو قاعد اعديها. ركزت انا كنت ساكت طول طول الحلقة ما قدرت اعديها، واجاني اعلان زايد. يا ربي من احنا نعديه ولا المرحلة دي. والله خابني صح. شوفوا كيف انا لا اتوخر. اوكي يا اخي شيل الحمار ذيك الاعلانات يا ربي. والله يا شباب قهرت، والله انقهرت يا شباب، قهر قوي والله يا شباب. معليش والله انقهرت يعني، ما توقعت ما اتوقع اني ما قدرت شو اسمه اكمل يعني، خلاص ما اقدر اكمل بعد الموت خلاص، ما اقدر اكمل خلاص. انا اسف والله والله اسف خلاص. حطوا لايك يا شباب، حطوا لايك على التعب يعني، حفزت بخمس مراحل. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. وبس يا شباب هنا وصلنا هنا للمقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا اللايك تشتركوا في قناتي. كان معكم جيمر برو، يلا اشوفكم في اليوم الجاي. السلام عليكم. انت بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي؟ انت متخلف يا ابني.